بمناسبة فيلم كيرة والجن اللي بيتعرض دلوقتي في السينما، عايز اقولك ان في شخصية من الشخصيات الفيلم حقيقية وليها تاريخ كمان. الشخصية دي هي شخصية كيرة. درس احمد عبد الحي كيرة في كلية الطب قسم الكيمياء، وكان دايم التظاهر بان هو ما يهموش الحركة الوطنية اللي كانت نشيطة سنة 1919. بالعكس، ده كان مبين ان هو صديق المحتلين لدرجة ان هم وثقوا فيه جدا، بس ده جاب له الاحتقار من المصريين اللي ما يعرفوش ان هو عضو مؤثر في حركة اغتيالات الشخصيات الانجليزية الهامة، زي ما تم اغتيال السير ليستاك. وكان عبد الحي بيدخل معامل مدرسة الكيمياء وياخد منها مواد بتدخل في صنع تركيب المتفجرات في انابيب خاصة، وبيسلمها للجنة المختصة بصنع القنابل اللي كان بيشرف عليها الطالب احمد ماهر اللي هو هيبقى رئيس وزراء مصر فيما بعد. وظل الأمر كذلك حتى اكتشف أمره في اعترافات قتلة السير ليستاك سنة 1924، وبدأت المخابرات البريطانية ملاحقته وأصبح واحد من أهم المطلوبين ليها، لكنه هرب لليبيا ومنها لألمانيا وبعدين تركيا واستقر هناك. كل ده والإنجليز بيدوروا عليه ومش عارفين يلاقوه بسبب إن هو شديد الذكاء ونجح إن هو يهرب ويتخفى منهم لسنين كتير جدا. ولكن بعد توقيع معاهدة 36 سافر لتركيا مخصوص 3 من عملاء الإنجليز، وقدروا إن هم يستدرجوا عبد الحي لإحدى ضواحي اسطنبول، ونجحوا للأسف في اغتياله ومثلوا بجثته وهربوا على مصر تاني. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة.